بنرجع مرة تانية مشاهدينا، لسه مكملين مع بعض فقراتنا، وآخر فقرة معانا النهاردة في نهارك سعيد هنستفيد منها كتير جدا علشان السنة الجديدة. السنة الجديدة اللي محتاجة منا حاجات كتير كلها بسيطة، ولكن في الآخر هتؤدي إن شاء الله لنتيجة عملية موفقة بإذن الله في 2011. 2011 بتخلص وداخلين على سنة جديدة، عايزين كلها تكون سنة مليانة بالأمل والتفاؤل والشغل. كل ده هنعرفه إزاي نخش على السنة الجديدة دي بكل الأمل وبكل التفاؤل اللي إن شاء الله يحثنا وإن شاء الله يودينا لقدام ويخلينا نخطو خطوات كثيرة جدا نحو المستقبل الباهر، نحو المستقبل اللي فيه عدالة اجتماعية وديمقراطية واحترام لكل الشعب المصري. هيكون معانا النهاردة إن شاء الله الداعية الدينية إيناس مصطفى. صباح الخير يا فندم. صباح اهلا النور، بحضرتك. اهلا بيكي. وفعلا انت ابتديتي كده مقدمه جميله انه احنا عايزين نبتدي بامل جديد. يا ريت تقولي لنا انا ازاي نبتدي سنه جديده كده. اكتر حاجه بحبها انه بلدي مصر دي بلد لها مكانه كبيره، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وصى عليها وقال: ستفتحون ارضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا باهلها خيرا. ده انتوا هتفتحوا ارض غاليه قوي، وقعد يوصي على أهلها. كان كعب الأحبار يقول على مصر: إذا أردتم أن تنظروا إلى شبه الجنة فانظروا إلى أرض مصر. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول كده، كان يقول: إذا أردتم أن تنظروا إلى الفردوس فانظروا إلى مصر حين تزهر أرضها، لما تشوفوا الزرع بتاعها كده وهو بيزهر. عمرو بن العاص قال إن على مصر إن لها مكانة كبيرة جداً، قال إن ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة، يعني اللي يبقى قائد على مصر ده، مصر دي طول عمرها تقود الدنيا كده، تقود الأمة كلها كده. سعيد بن يحيى كان يقول على مصر: لم جبت البلاد كلها فلم أجد الإيمان والورع إلا في مدينتين، مصر والمدينة المنورة. قال مصر دي أرض الإيمان والورع. عشان كده زي ما أنتي بتقولي لنا، إحنا فعلا عندنا أمل انه احنا في الاحداث اللي احنا موجودين فيها دي اسمها كده، ما اسمهاش فتره ضبابيه، لا احنا بنقول عليها فتره انتقاليه، واحنا بنتغير وبننتقل من وضع لوضع اكيد بيبقى فيه بعض المشاكل او بعض التغييرات، زي ما بيقولوا كده في الصناعه، في خطا مسموح به او في خساره مسموح بيها. فاحنا في الفتره اللي بننتقل فيها من وضع لوضع، وهننظر لهذه الفترة بهذه النظرة، إن إحنا في فترة مؤقتة، في فترة انتقالية، مش هو ده الوضع المستمر هنكمل عليه طول الوقت. وإنتي ابتديت لنا بكلمة جميلة، إن إحنا عايزين نبتدي ببداية فيها كلها أمل. الأمل ده علماءنا يقولوا لنا الأمل يعني الحياة. الإنسان اللي ما عندوش أمل ده كأنه إنسان ميت بالظبط. الشيخ محمد الغزالي بيقول لنا كلمة مهمة جدا في كتابه جدد حياتك، يحذر فيها من اليأس والإحباط. يقول إنه ليس على المؤمن أن يستسلم أبدا لتيار الكآبة والحزن، فإن ذلك هيؤدي إلى الانهيار الكامل والعجز. الإنسان اللي يائس ومحبط ده نتيجته في النهاية، مصيره في النهاية اليأس والإحباط، اللي نتيجته في النهاية إنه إنسان عاجز مش قادر يعمل حاجة، إنسان مستسلم على الإطلاق. يقول: لخير هذه الأمة أن نستقبل الحياة ببشر وأمل، حتى يمكن أن نستغل وقتنا وطاقتنا كما يجب. لو عايزين نستغل فعلا طاقتنا ووقتنا كويس، لازم يكون عندنا بشر وأمل. يعني حتى لو ما حصليش حاجة كويسة مثلا لحد دلوقتي، أقدر بعقلي وبخيالي أروح إن أنا ماسكة في خيط متعلقة فيه اسمه الأمل، ده ممكن يخرجني بره الأزمة حتى على الأقل نفسيا أو معنويا. صحيح، احنا اتعلمنا من مدرسة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم زي ما أنتي بتقولي لنا، حتى لو ما حصلتليش حاجة كويسة، بمعنى لو الأحداث المختلفة على مستواي الشخصي أو على مستواي على مستوى بلدي في مشاكل متعددة، في صعاب، في تحديات، في حاجات بتحزن قلبنا، في شهداء بيسقطوا، في مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة في بلدنا. لو تعلمنا كده من مدرسة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ونشوف إن هو عاش فترات شديدة، عاش فترات، فترة 13 سنة اللي في مكة دي كلها كانت فترة اضطهاد وتعذيب بكل الأشكال له ولأصحابه. كان يدور كده صلى الله عليه وسلم على الزعامات والرئاسات، يقول: من يأويني حتى أنشر دعوتي؟ مش عارف يتكلم وينشر دعوته، فلا يجد إلا الرفض ولا يجد إلا التسفيه. حتى يصلي عند الكعبة صلى الله عليه وسلم، يلقى عليه سل الجزور أو يعني أمعاء المشية الميتة، يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، يضطهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه.
واحد من اصحاب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم جه وهو يعني بعد شدة الإيذاء والتعذيب الشديد، فبيقول له يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا يا رسول، يعني ادعلنا احنا مش قادرين، الإيذاء شديد جدا. فيقول له صلى الله عليه وسلم طريقة جميلة جدا حتى نتعلم منها، ان يكون دايما عندنا امل كده. قال له انظر الى من كان قبلكم من الامم، كان يؤتى بالواحد فينشر بمنشار ويمشط بأمشاط بالحديد، يعني بيوصف العذاب بتاع الناس ده، ويمشطون بأمشاط من الحديد ما بين اللحم والعظم، فما يمنعهم ذلك عن دينهم. ويقول في آخر كلامه وفضلوا متمسكين بموقفهم، والله ليتمن الله هذا الأمر، يحلف كده ربنا هيتم هذا الأمر، دعوتكم إن شاء الله هتوصل، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ده شبه الجزيرة العربية دي كلها هتبقى أمان. ويؤكد ذلك في غزوة الأحزاب في موقف شديد جدا، حتى من اسمها علماء يقول إن كل العرب تحزبوا عشان يحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل الناس نسيت خلافاتها ونسيت الحروب اللي ما بقى لها سنين موجودة فيها، واتحدوا عشان يحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو بيحفر الخندق صلى الله عليه وسلم علمنا طريقة جميلة جدا، وانتي بتقولي لنا ان فعلا ممكن ما يحصليش حاجة كويسة خلال الفترة اللي فاتت دي، ويمكن يكون في صعوبات جاية خلال الفترة اللي جاية، محتمل وارد يعني. رسولنا الكريم يبث الأمل كده في قلوب الناس بشكل وكأنه بيكلمهم عن مشهد درامي أو تمثيلي. كان بيحفر الخندق، فهو بيضرب الضربة الأولى لقوه راح كبر وكأنه شايف حاجة قدامه، وقال كده الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأرى قصورها الحمر منها هنا. بيبشر إن الدولة العظمى في ذلك الوقت اتفتحت وإن مفاتيحها في إيده، كأنهم فعلا الصحابة شايفين المشهد ده قدامهم، كأننا وهم بيشتغلوا وهم بيشتغلوا وهم بيشتغلوا. وده إذا كان بيدل على شيء فهو بيدل على إنه الأمل بدون عمل ملوش فايدة أبدا. صحيح، الأمل بدون عايز عمل. تكلمينا في القصة دي لأنها كأني بالظبط كأننا نيل الأماني ليس بالتمني، قاعدة بتمنى وأقول ده في أمل لكن أنا ما بشتغلش عشان أحصل على هذا الأمل. الدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتر، ما ينفعش أقعد أدعي وأنا ما بشتغلش. وبالتالي مطلوب مننا كده ربنا سبحانه وتعالى، حتى القاعدة دي دائما موجودة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لو أنتوا هتشتغلوا ربنا سبحانه وتعالى هينصركم، لو أنتوا هتجتهدوا ربنا سبحانه وتعالى هينصركم. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. لازم الإيمان مع عمل، الإيمان بدون عمل لا فائدة منه. سيدنا عمر بن الخطاب في أحد المرات دخل على مجموعة كده من الناس قاعدين في المسجد بيتعبدوا، فقعد يبص لهم كده ويسألهم، لقاهم فترة طويلة جدا قاعدين في المسجد ما بيعملوش حاجة، فبيسألهم انتوا من يأتي إليكم بالطعام والأموال، انتوا بتنزلوش تشتغلوا؟ فقالوا لا، نحن هكذا في المسجد طوال الوقت، إخواننا بقى يأتون لنا بالمال والطعام. فقال لهم طيب ثانية واحدة انتظروني قليلا. افتكروا ان سيدنا عمر بن الخطاب بقى راح يجيب لهم فلوس واكل وكده يعني من بيت المال، راح جاب عصاية ودخل ضربهم وقال لهم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ما ينفعش نقول ان الاوضاع هتتغير وانا قاعدة مكاني ما بعملش اي حاجة، وانا ما بجتهدش وانا ما بشتغلش وانا ما ببتكرش. فالعمل ده حاجة أساسية، وإتقان العمل، وإن أنا أنظر دائما لمصلحة الناس قبل مصلحتي، إن أنا يكون عندي دائما رغبة كده في الابتكار والتجديد. ونرجع تاني اقتصاد بلدنا، كانت مصر سيدنا يوسف عليه السلام لما اتكلم عن مصر قال عنها كده، قال اجعلني على خزائن الأرض، يعني مصر هو مسؤول عنها يعني. وشوفي التعبير، قال اجعلني على خزائن الأرض، يعني خزائن مصر كانت هي خزائن الأرض. يعني مصر دي كانت أكبر قوة اقتصادية في العالم، وده اللي احنا عايزين رائدة. ده اللي احنا عايزين نعمله، انه نرجع نشتغل تاني كل واحد في مجاله، يشتغل بأقصى طاقة عنده حتى وإن كان العائد المادي قل، حتى ولو كان في مشاكل في العمل اللي هو بيشتغل فيه، حتى لو كان في صعوبات وتحديات، ونبدل كلمة مشكلات بتحديات. تخيلي بس لو بدلنا اللفظين دول، كلمة مشكلات شلناها
وقلت انا في الفتره اللي جايه دي عندي تحديات مش مشكلات. مجرد تغيير اللفظ وانا بتعامل مع الامور، انا قدامي تحديات هعمل عشان احلها وارجع اقتصاد بلدي مره تانية. وزي ما انتي بتشوفي ان شاء الله رب العالمين يكون دورنا الاعلامي ده له تاثير على الناس، إن الدور شاء الله. الاعلامي له تاثير كمان على الاقتصاد. فنامل يا رب تكون كلمتنا اللي كلها امل وحب ان هي فعلا يكون لها تاثير على كل حاجه في بلدنا، كان يكتب عن مصر كده في الكتب القديمه، وان شاء الله هي بلادي مصر هترجع كده، يقال بان اهل الدنيا ياتون الى مصر حتى يطلبون الرزق، واهل مصر لا يتركونها على الاطلاق لانهم يجدون في هذه البلاد ما يغنيهم عن سائر البلاد. كان مشهور عن ارض مصر ان كل الناس تجي لها عشان تشتغل فيها، وان اهل مصر عمرهم ما بيسيبوها ابدا لانه فيها خير كتير يغنيهم عن سائر البلاد. ولكن اتبدل الحال والناس ما بقتش بتشتغل زي الأول، صحيح. وبدأ الإحباط يعني نوعا ما نقدر نقول بدأ يتسرب لقلوب ناس كتير. لو حابة توجهي كلمة لشعب مصر تقولي إيه للناس، أو توصفي لهم وصفة إزاي يشوفوا الدنيا بشكل أحسن بحيث يبدأوا يشوفوا الأمل قدامهم ويجروا عشان يحققوه. عايزة أقول لهم إن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم علمنا درس رائع، علمنا إن إحنا نعمل حتى لو كنا وسط الظلام الشديد، وفي الآخر رب العالمين سبحانه وتعالى هينصرنا. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قعد فترة طويلة جدا عنده الكثير من التحديات والمشاكل بكل أنواعها، لو قعدنا نعددها هنلاقي مشاكل كلها، مشاكل الاضطهاد والتعذيب والمقاطعة الاقتصادية والاجتماعية، مشاكل ان هو ما كانش حتى لاقي ارض عشان ينشر عليها دعوته واضطر ان هو ينتقل لارض تانية، مشاكل كثيره ومتعدده. ولكن يعلمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حاجه معينه، الثبات، وان احنا يكون عندنا امل في المستقبل ان بكره ان شاء الله باذن الله تعالى جاي. ابو بكر الصديق بعد ما مات الرسول، عشان لو حد عايز يقول ان الفتره اللي احنا فيها دي فتره شديده وما مرتش على مصر قبل كده، لا، ابو بكر الصديق بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم في ناس ارتدت عن الاسلام، تركت الاسلام، وناس تانية ادعت النبوه، وناس تانية منعت الزكاه، ولدرجه انه المشكله كانت كبيره. وكان راي بعض الناس قالوا لسيدنا ابو بكر كده ما فيش فايده، زي ما بعض الناس بتقول دلوقتي كده واكيد خلاص مفيش ما فيش اسوأ من فايده، كده. وقالوا له كده، قالوا له الزم بيتك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. قالوا له خلاص ما فيش فايده، الوضع كده انتهى، الاسلام كده انتهى. ولكنه قال كلمه خالده بيعلمنا، بيقول كده، والله لو منعوني عقال، يعني الرباط اللي بيتربط بيه الماشيه المشيئة. زمان، والله لو منعوني عقال كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. الموضوع منتهي، هيتصدى لهذه المشكله، يعني هيتصدى ليها. وفي الاخر ان شاء الله لينا الاجر والثواب من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلازم نبقى عارفين انه نلغي كلمه مستحيل من حياتنا، انه التغيير محتاج وقت وصبر وحكمه وتدرج. نابليون بونابرت كانوا بيقولوا له كلمه جميله، بيقولوا له انت ازاي بتبث الثقه كده في جنودك؟ فقال لهم ببدل ثلاث كلمات بثلاث كلمات تانية، اللي يقول لي لا اعرف اقول له تعلم، ومن يقل حاول اقول له، اللي يقول لي لا اعرف انا مش هعرف اقول له حاول، ومن يقل لا اعلم اقل له تعلم، ومن يقل مستحيل اقل له جرب. فلو احنا عايزين، شايفين ان الدنيا فعلا مستحيل، لا نجرب. لو شايفين ان احنا مش عارفين حاجه ومتخبطين اقول له تعلم، انت ليه مش عارف؟ لو شايفين انه احنا مش هنقدر نعمل حاجه نقول له حاول، جرب، حاول. ويكفيني شرف الأجر والثواب. المؤمن لازم يكون عايش في الدنيا كده عنده حاجة اسمها إيمان بالمستقبل ويقين بالغيب، زي ما بيقول لنا الشيخ محمد الغزالي إن بكرة إن شاء الله قادم وأفضل وفي كل الأمل. يقينا ده هيحصل بإذن الله تعالى. لازم نعرف إن أي تغيير في الدنيا لازم له وقت، وبالتالي في حاجات هتتغير دلوقتي وفي حاجات يمكن ما تتغيرش دلوقتي خالص، في حاجات هتتغير على أجيال أولادي أو أحفادي، ممكن ما ولكن نشوفهاش دلوقتي. يكفيني أني أقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وأقول له يا رب أنا شاركت في هذا التغيير، شاركت في صنع التاريخ الجديد، شاركت في بناء أمجاد بلادي،
انا من الناس اللي حطت البذره الاولى، ودول السباقون اللي ليهم الاجر الكبير. ودي يمكن نقطه عايزين نعرفها، ان الانسان اللي بيسبق وبيكون له الخطوه الاولى عمره ابدا ما بيتساوى مع الانسان اللي جه في الصفوف اللي بعد كده، الصف الثاني والثالث والرابع والخامس. عندنا قصه شهيره، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع اصحابه وبيوصف حال الامم اللي هيجوا يوم القيامه، فبيوصف وبيقول: عرضت علي الامم، فياتي النبي ومعه الرهط، وياتي النبي ومعه رجل او رجلين، وياتي النبي ليس له معه احد، ثم يرى بقى، وكلمات متعدده في حديث رسولنا الكريم الطويل اللي هختصره: ثم يعرض علي سواد، فيقال: هذه امتك. الامه الكبيره دي هي دي امتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 واحد مع الأمة الكبيرة دي هيخشوا الجنة من غير ما يتحاسبوا. وقام الله. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، بس الحقيقة 70,000 قليل يعني، من لدن، من بعثة الرسول لغاية لما تقوم الساعة، يعني يا رب يا رب نكون نكون منهم. منهم. ايوه بالظبط كده، يا رب نكون منهم. فقام رسولنا الكريم وقعد الصحابة يستنتجوا: يا ترى مين اللي هيخشوا الجنة من غير حساب ولا عذاب؟ يا ترى هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ترى هم أهل اللي بيته. دخلوا الإسلام، يا ترى هم اللي دخلوا الإسلام وولدوا على الإسلام، يعني ما كانوش مشركين وأسلموا. فخرج صلى الله عليه وسلم وقال لهم كده، قال لهم أوصاف الناس اللي هم من 70,000، قال لهم: الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كلمات بسيطة قوي، الناس اللي بتتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، الناس اللي ما بتتشائمش. واحنا بنتكلم النهارده عن الامل، قام واحد من اصحاب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم اسمه عكاشة ابن محصن، قال له: ادعوا لي يا رسول الله ان اكون منهم، ادعي لي يا رسول الله ان اكون منهم. سبق كده، كان اول واحد. فدعا صلى الله عليه وسلم: انت منهم ان شاء الله يا عكاشة. قال له: انت منهم. قام واحد تاني بعديه، قال: وانا يا رسول الله ادعو لي ان اكون منهم. فقال له: سبقك بها عكاش. خلاص، هو ده اللي سبق. الله. فاحنا عشان كده عايزين نلحق، اذا كانت الفتره دي محدش يستنى لما مصر تستقر خلاص وكل حاجه ترجع زي ما كانت ان شاء الله وافضل، ونقول ايه احنا دلوقتي هنبني بلدنا. لا، انت عمرك ما هتتساوى مع اللي اشتغل وبنى بلده واستحمل الاوضاع دلوقتي في الوضع الحالي. دلوقتي هيكون من السابقين، هيكون من اللي هياخدوا الأجر والثواب أكتر، هيكون إن شاء الله رب العالمين زي الصحابي الجليل وغيره كتير اللي وقفوا في الصفوف الأولى. اللي بيسبق ويقف في الصف الأول هو اللي ليه الأجر والثواب إن شاء الله رب العالمين، وهو ده اللي هيقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وهيرجع لبلدنا الجميلة صورتها الحلوة. كان أحد العلماء يحيى بن عثمان بيتكلم كده عن أرض مصر، بيقول انه طاف البلاد ورأى الاثار، فبيقول: انا شفت الاثار، احنا عندنا في بلدنا اثار جميله بنعتز بيها. فبيقول: رأيت اثار الملوك والحكماء في كل مكان، رأيت الاثار اللي موجوده في بيت المقدس، رأيت اثار قصر وكيس وقيصر وكسرى، كل الاثار الملوك الكبار والعظماء، ولكني جئت مصر ولم اجد مثل آثارها، ما فيش زي الآثار ده التي خلفها حكماءها وملوكها، ما فيش زي آثار مصر الجميلة، ولا في زي الثورات الجميلة اللي موجودة في أرض مصر. مصر دي بلد غالية، مصر دي بلد لها مكانة كبيرة، وإحنا مش هنقدر نعيش في هذه البلاد إلا بطريقة واحدة إن شاء الله رب العالمين، إن إحنا يكون عندنا أمل إن بإذن الله تعالى القادم أفضل، والأمل اللي جاي، المستقبل اللي جاي أفضل. وإنه عندنا قاعدة مهمة جدا رب العالمين سبحانه وتعالى وصانا بيها وقالها لنا في القرآن الكريم: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مفيش حد ييأس من روح ربنا سبحانه وتعالى. عبد الله بن مسعود يقول لنا كلمة شديدة، يقول لنا: خدوا بالكم أنه من أكبر الكبائر الإشراك بالله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. دي صفة ما يتصفش بيها المؤمن على الإطلاق. أنا بجد مش عايزة أختم، يعني أنا عمالة أقول خلاص الوقت بيخلص وأنا مش عايزة أختم بجد والله فعلا، لأنه كلامك بيدينا مش بس الأمل، بيدينا القدوة
لانه في ناس ما عندهاش قدوه، بعض الناس ما عندهاش قدوه زي الناس اللي موجوده في الشارع او اطفال الشوارع مثلا، فلما يسمع الكلام ده يحس بامان، يحس ان هو عنده قدوه هو مش شايفها بعينيه بس عنده قدوه وحاسس انها قريبه منه وحامله له الامان. انا بشكرك على وجودك معانا وعلى الكلام الجميل اللي وصلتيه لنا عن ديننا الجميل اللي احنا بنحبه جدا وبنحترمه جدا جدا. يا رب بس ان يقدرنا والكلام يبقى فعل، وان شاء الله نقدم اللي فيه الخير ونقدر نعمل اللي حضرتك بتوصليه لنا من ديننا. يعني انا عايزه اقول للناس في الاخر والله استبشروا كل الخير ان شاء الله. كتب كده عن مصر الجميله في الكتب قديما، كعب الاحبار كانوا بيسالوه بيقولوا له تحب تسكن فين، في الشام ولا في مصر؟ فقال لهم أنا أحب سكن الشام ولكني هأسكن مصر. فقيل له لماذا يا أبا إسحاق؟ فقال لأن أرض مصر أرض معافاة من الفتن، وأهلها أهل عافية، وهي أرض مباركة، من أرادها بسوء كبه الله على وجهه. ومكتوب بيقولوا لنا علماء أنه مكتوب في كتب التوراة إن مصر خزانة الله، من أرادها بسوء قسمه الله. فنسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يردها مرة أخرى سخاء رخاء، ولكن بينا وبعملنا إن شاء الله. إن شاء الله. وأحلى ختام، أحلى ختام بيكي وبالكلام اللي احنا بنسمعه دلوقتي حالا. أنا بشكرك على وجودك معنا النهاردة وإنك نورتينا وجيتي معنا النهاردة. شكرا. بشكر الداعية الإسلامية الأستاذة إيناس مصطفى، بشكرها على وجودها معنا النهاردة. ويا رب يا جماعة بجد الكلام ده بجد لما نسمعه ما يخرجش، يفضل في دماغنا كده، وإن شاء الله نحاول نحقق اللي نقدر عليه. زي ما بنقول ما نيأسش أبدا من رحمة ربنا، بس ده مش معناه إن احنا نتواكل، نشتغل. بشكركم على متابعتكم لينا النهاردة في نهارك سعيد. هنشوفكم في يوم جديد إن شاء الله، وكل سنة وحضراتكم طيبين، سنة جديدة كلها مليانة بالحب والتفاؤل والعمل إن شاء الله. بشكركم جدا، شكرا.